السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. طبعا كلنا عرفنا النهاردة خبر أزعج الكل وخبر محزن للجميع، وهو وفاة الفنان القدير سمير غانم. ونعى كثير من الفنانين ومن ضمنهم الفنان حسن الرداد جوز إيمي. وطبعا احنا عارفين ان الفنان سمير غانم كان في المستشفى، وبعد اعلان وفاته قالوا ان هو كان مصاب بالكورونا ومات اثر مضاعفات فيروس كورونا. بس حسن الرداد قال وهو بينعي الفنان سمير غانم، قال انا لله وانا اليه راجعون، وداعا حماي الغالي واطيب انسان قابلته في حياتي. ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة ان شاء الله. ملحوظة، الوفاة ليست بسبب كورونا. وطبعا هو وضح لان السبب ده اتشاع كتير جدا ان الفنان سمير غانم مات بسبب الكورونا، بس هو وضح السبب ده وقال ان السبب مش كورونا اللي ادت الى وفاة الفنان سمير غانم. اللي معانا وارجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.